متابعين الكرام، عندي موضوع حساس جدا وبإذن الله يطلعكم من الظلمات إلى النور، من الغلاء الفاحش إلى إن شاء الله توفير في أعمال الحفر. تبين لنا الأخ هني، ها طبعا قسيمة أنا أشرف عليها، طبعا جيت بعد ما حفر، تبين يا أخوان إن ماخذين منه 3000 دينار للطبقة الصخرية، لكن في النهاية تبين ان هذا الاول جزء كان تربة رملية، كان على المقاول المفروض مجاني يشيل اول طبقة، هذه اللي تشوفونها على اصبعي هذا كله رملية، عنده فقط متر ونص، المتر ونص هذا اللي تشوفونه هذه الطبقة الصخرية المفروض هني تصير على صاحب القسيمة، المتر وفوق هذا متر ونص فوق هذا المفروض على صاحب على المقاول يشيله مجاني، واللي تحت هذه الطبقة الصخرية متر ونص هذه بدال ما يدفع 3000 دينار عليها المفروض. لذلك يا أخوان واللي يرحم والديكم تنتبهون، أول شيء لازم تجيب دركتر تراكتور، بالإنجليزي احنا نسميها باللهجة العربية دركتر، تجيب الدركتر يشيل لك على، انت خلي المقاول هو أول شيء يحفر، لا يقول لك والله طبقة صخرية جيرانك كلها طبقة صخرية، قول له لا احفر أول شيء لما يتبلش وياك الطبقة الصخرية ذاك الحين يصير على حسابي. فبهالطريقة هذه تكون وفرت متر ونص حفر مجاني على المقاول، بعد ذلك الطبقة الصخرية هذه ما راح تكلف كلها 1000 دينار إلى 1500 دينار يا جماعة، والله واضح هذه الطبقة الصخرية وهذه الطبقة الرملية ممتازة، هذه حبيت أفكها لكم الشفرة من خلال تواجدي في المواقع واستلام كذا قسيمة في المطلع، تبين لي هذه الطريقة. صاحب القسيمة لا يستعجل على الجاك هامر، على طول يحفر بالدركتر، متى ما بينت الطبقة الصخرية وياه قوية يجيب الجاك هامر ويكسر.